اخر مره نطت من على السطح وخدت بعضها ومشت، ده ان انا كنت عند اختي انا واولادي، اختي دي كانت تعبانه كنا احنا رايحين لها، فلقيتهم بيرنوا بالليل، خد البنت جت لها الازمه، خدها وراح المستشفى بتاعه سموه ماشي، فلقيتهم بيرنوا بيقولوا البنت ماتت. ايه عليها؟ هي البنت توفت طبيعي؟ ايوه على الجهاز كان بيتعالجها جلسات. ايوه فهو والله اعلم زي ما تقول هم بتندفن في المقابر ان هي وقعت فين على دماغها، لكن هو ما جاش ناحيتها خالص نهائي، لان هو كان بيحب البنت اصلا وقال هيكتبها باسمه. يعني اصلا في البدايه البنت توفت على الجهاز، هي كانت تعبانه. هي كانت فانا لما سالتها قالت لي انا كنت بعمل لها على كل جلسات في المستشفى العام في المحله. هي كانت عندها ايه؟ انا مش عارفه، بتقول لي في صدرها، وكان على طول بتعمل جلسات تنفس يعني. ايوه طبعا هي ما كتبتهاش لان هي مش ماشيه كويس او كده او كده، فهي ما كتبتهاش اصلا باسم الاب ولا لشهاده ميلاد ولا اي حاجه ولا كتبت ده. امال ليه اخوكي اتهم ان هو قتلها؟ طبعا هي خدت بعضها لما البنت ماتت ماشي، قلنا لها هتعيشي بمرض؟ لا قالت ماشي، فضلت عايشه معانا شويه ايام، وبعدين انا نايمه لقيت اخويا بيخبط عليا الساعه 5، بقول له ايوه، بيقول لي ايه عندك؟ انا بحسبه بيقول لي حنين، لان بنتي كانت بايته معاه. قلت له لا ايه مش هنا، نزل جري على والدتي عشان ايه الزوجه. والدتي ما بتنهضش تطلع فوق، فبتنام في الدور الارض تحت هي ووالدي، لانه كان عامل عمليه ورائد ما بيمشيش. فالمهم نزل تحت برضه ما لقاهاش، المهم ان هو فضل يتضرب معانا وفكر ان احنا ايه؟ ان احنا مشيناها، طبعا اتضح ان هي نطه من فوق السطح عند الجيران وخدت بعضها ومشت. فضل يلف على كده يعني. ايوه فهو فضل يلف عليها، وابوها اصلا ذات نفسه جه هنا النهارده المحكمه، دخل جوه وشاهد بالكلام ده، ابوها قال كانت بتعمل فيا كده. يعني ابوها شاهد عليها. ايوه وابوها قال برضه ان هو كان بيطلع مع اخويا يلف عليها يدور عليها. يعني كان بيطلع مع اخويا عشان يدور عليها، فطبعا اتمسكت المره دي في وضع مش طبيعي. تعمل حاجه مش كويسه. مش كويسه مع واحد وابوه على ما اظن، يعني الاب ابنه ماشي مش كويس، فما اتمسكت. فالمهم هي راحت جايبه بقى ايه؟ يعني مثلا وقعه من 8 شهور، قالت لهم ده انا اتفشت من فلان علشان ايه؟ عمل في بنتي كذا كذا وانا حامل. اما جه اخويا مسكوه فسالوه قال لهم انا ماهيش مني، فما كانوش يعرفوا ان هو اصلا كان طالع من 5 سنين ولا كده، هم جايبينه من شغله كمان، يعني هو شغال. فاخدوه طنطا وراحوا عملوا تحليل لها، ولها لقوا اللي في بطنها مش منه. كان حامل حد تاني مش ولدت. ايوه ولدت واتحط باين او اتحطت راحت الملجا، حاليا دلوقتي هي في الملجا. تمام. الزوجه فين؟ الزوجه اتحكم عليها باين بسنتين، ودلوقتي برضو مش عارفه في اسم ثاني قضيه ثانيه يعني. ايوه ليه اتوجه اتهام لاخوكي ان هو خلص على الطفله؟ علشان هي اتمسكت في وضع مش طبيعي، لان هو قال ان هي مش بنتي اللي في بطنها دي مش مني، هي طفشانه مني بقالها فتره، كل ما اجيبها تطفش تاني، وكله شاهد على كده. يعني تقصدي ان الام هي اللي قالت كده؟ ايوه هي اللي قالت كده، وبرده جت جلسه يعني. ايوه جت جلسه قبل الجلستين اللي عدوا دولت، دخلت قدام وكيل النيابه ورجعت تاني وقالت عمري ما عملش فيا كده، اللي انا كنت ماشيه معاه وكان بيخليني، اتضح ان هي كانت بتاخد مخدرات، هو اللي قال لي قولي كده. طب مين ابو اللي في بطن دوت؟ جابت اسامي ناس ومش عارف ايه، فعشان كده لما هي ولدت حصلت اكتر من حد. ايوه هو ده اللي حصل. سياده المستشار بقى هيوضح لنا من الاول خالص، انت اخت اصلا اللي اتهمت، موجوده النهارده عشان تدافع عن اخوك. ايوه شايفه ان هو ما قتلش بنتها ولا عمل حاجه وان هي كانت شخص. انا كنت موجوده انا كنت كمان موجوده معاه، يعني بقى لدرجه ان هو بقى يرسم على وشه ويقول لي اقول له سيبها، يقول لي عشان تربي ولادي عشان ما تبقاش ام وحشه عشان ولادي لما يكبروا. هي مش كويسه. وقعد متجوزها كام سنه؟ هو والله يعني يعتبر هو اتجوزها مش عارفه، قعد معاها 3 سنين وبعدين خد 5. الثلاث سنين دول هي كانت ما كانتش عايشه معانا، هي كانت عايشه في المحل، ما نعرفش عنها حاجه. في ال3 سنين دول احنا ما نعرفش عنها حاجه، حتى برضه لما هو كان محبوس كانت تيجي. كانت بتزوركم؟ ما كانتش بتيجي، هي كانت تقطع رجليها وتيجي كل فتره عشان تاخد مننا فلوس، تقول انا رايحه زياره العمر. انا والدتي ست عامله عمليه، ست كبيره في السن وعندها السكر ماشي،
وكنا بنيجي ونديها فلوس ونقول لها طيب. حتى والدتي اخر مره قالت لها انا عايزه اشوف ابني قبل ما اموت. قالت لها خلاص هاخدك. قالت لها خلاص بقيتي معانا. المهم ادت لها فلوس وقالت لها خلاص انا هاجيلك الصبح. المهم حضرنا الزياره وكل حاجه علشان احنا نروح معانا. المهم ما شفناهاش خالص الا لما اخويا ربنا الثمان سنين سواء الثلاثه الاول الجواز او الخمسه اللي هو كان ما شفناش الا بعد الخمس سنين بقى لما اخويا جه وجاب ندور عليها وجاب. ايه اللي حصل بقى بعد الخمس سنين دول؟ اللي حصل ان احنا كنا لما جه اخويا طالع زي ما انا ذكرت قبل كده ان احنا كنا اصلا في حادثه. يعني احنا كنا اصلا في مستشفى العام. وما اخويا طلع وكده الحمد لله احنا بدانا ننقل ونطلع ورحنا وجه عاش معانا وقال هجيبها وكده. قلنا له احنا مش عايزينها هي مش كويسه احنا ما نعرفش عنها حاجه. فقال عشان خاطر يعني قعد يتحايل علينا شويه قلنا له خلاص ماشي. قال لي هي هتبقى حاجه وهتبقى كويسه وهتربي الولاد وعشان خاطر وانا هطلع اشتغل وكده. فجت وقعدت في البيت بقت تخليه يمشي وهي بقت تتفزها تخليه يمشي وتضحك علينا وتطفش ويجيبها برضه نفس الحكايه. فضل مستمر عشان خاطر ان تقول لك عشان الولاد. يعني اخر مره انا حايشها من ايدي وقلت له خلاص سيبها. قال لي عشان خاطر ولادي. طب والولاد دول يعني هو هم في الاخر ولاده ولا هم ولاده الاثنين اللي هم التانيين ولاد ولاد اثنين صبيان. طب ليه هو اتهم بانه قتل بنتها يعني انها حياه بنتها؟ كنتي بنتها دي كانت موجوده اصلا؟ بصي هي اول ما جت البنت دي اقسم بالله العيله اصلا كان وشها اصفر وجبتنا تاخد النفس. احنا كنا بنشيلها العيله ديت وكنا مراعينها وقلت لها البنت دي تعبانه. قالت لي انا بروح على طول اعمل لها جلسات في القصر مستشفى العام. وهم برضو راحوا فعلا دوها كانت ان هي راحت هناك مرتين. واخويا برضو لما خدها برضو المستشفى راح عمل لها مرتين. طبعا عيله طفله ما لهاش ميلاد عندها 8 شهور ولا اب ولا الكلام ده كله. وكانت طبعا الام في الشوارع تمشي يعني. قلت لي باباها كان ابو الزوجه كان موجود هنا النهارده في الجلسه وشاهد ضدها يعني. ايوه دخل المحكمه بس انا مش عارفه هو راح فين اصلا. قال ايه؟ قال ايه اعترافه؟ هو قال اللي حصل. قال هو بيقول انا دخلت وقلت ان برضه هو كان بيطلع يدور معانا ما دخلتش معاه جوه. هو كان بيدور مع اخوكي عليها وقت ما هي كانت بتدور عليها. هي كانت معتاده تعمل كده حتى وهي في بيت اهلها؟ ايوه كان بيعمل كده. انت شايفه ان اخوكي ما عملش حاجه وانه ما ينفعش يكون متهم بقتل بنتها؟ والله هو ما قتلهاش. هي ذات نفسها شهدت قبل كده في جلسه قبل الجلستين دول وقالت ان هو ما قتلهاش ولا عمل حاجه. قالت ان هو اللي كان متمشى معاه وكده هو اللي قال لها كده عليه عشان ان هو ما يتعرضلهاش وان هو يدور عليها تاني ويسيبها. هو خايف ان هي تسيبها تفضل ايه بره بقى وكده عشان ما يتعرضلهاش مره ثانيه يعني. عشان ما يتعرضلهاش. ايوه عشان ما يتعرضلهاش. تمام اوكي ده كده هو كريم جدا. كده هو كريم جدا. فلو سمحت اقعدي وراك. قالت لها لا انا مش طايقاه ومش عايزاه وهزيدك من الشعر بيت ده انا كمان حامل المره الثانيه ومش منه. فكوها طلعت قاعد في شقتها فوق الدور الرابع. خدوا عمرو وعرفوه قالوا على فكره سيبها الحادثه بينها وطلعها بالبنت اللي معاها ورب بنت عيالك ونجوزها واحده ثانيه لان احنا عرفنا منها ان هي حامل للمره الثانيه سفاحا وغالبا من نفس الشخص محمد المحضي الشهير بكرشه. طبعا صار غرائزه رقم شرقي رضي بالعيبه مره شردها ثانيه بقى شردها بقى ثانيه. فطلع من على السطح جاب حته خشبه وقعد يضرب في زوجته مش في الطفل قعد يضرب في زوجته. فزوجته مسكت البنت وتحضنها. فالضرب جه عفوا على البنت ده الضرب او اكثر. وهو ما كانش شايف هو بيضرب فين لان هو الراجل بشكل عشوائي كده كان بيضرب بشكل عشوائي بيضرب لانه في حاله دفاع شرعي عن النفس في حاله هياج. راجل اتخان في شرفه مره والثانيه عفى عن اول مره عشان كان في السجن خرج ورضي بالامر الواقع بغيه ان هو يربي البنت. انا النهارده بقول للام بقى جوزك بيضربك وماسك عصايه وبيعذبك انت ماسكه البنت ليه؟ انا بسالها سؤال ربنا بيقول باي ذنب قتلت؟ انت السبب في قتلها؟ هل الضربه دي هي اللي موتتها؟
لا انا عايز اقول هي البنت توفت بايه؟ مش لحظيا. البنت بعد ما حصل موقف الضرب اخو عمرو طلع من شقه والدته في الارض طلع الدور الرابع وخدها من مخ ابن البنت ونزل بيها. انا واثق معاك يا ترى زي ما انت عايز بس البنت مالهاش ذنب. تضرب في الضرب ليه؟ وخدها ونزل. لما حس ان الضرب خلص وخلاص عمرو انتهى من راسه قدمها طلعوهم بنت تاني او مش هما طلعوهم. لا اللي حصل ان عمرو هو اللي نزل خد البنت خدها من وازع اللي جوه حتى وان كان واثق يقينيا ان هي مش بنته ولكن نزل خدها عشان تربى مع عياله. فضلت البنت على 18 ساعه وبعد 18 ساعه بدا يظهر من بقها ومن مناخيرها رغاوي. فلما ظهر الرغاوي ديت خدها وراح على المستشفى. راح على المستشفى هو واخوه لوحدهم بدون الام. اتضح ان عندها ايه بقى؟ وهم رايحين المستشفى قبل ما يوصلوا يسمون توفت. فرجع بيها عمرو وعمل زي جلسه تغسيل للجثه وكفنها بقماشه بيضاء وخيط الكفن وراح شاف اول قبر قدامه مفتوح مكشوف وفتح القبر وحطها فيه. طبعا بما ليس له من خبره كلحات او كدفان ما يعرفش يقفل ازاي، ما يعرفش يعني ايه قبله، ما يعرفش يعني ايه يحطها جنبها اليمين. فحطها زي ما هي وخلاص. تاني يوم على طول مع الوقعه اكتشفوا الجثه. صاحب القبر رايح عشان يقرا الفتحه لوالدته فشاف القبر مش مظبوط فبلغ العباده وبلغ المباحث وقول صاحب الجثه. طب عرفيني في سؤال بس انا عايزه اسال سؤال معلش مع احترامي. هل حضرتك دلوقتي المتهم يروح يدفن جثه هي توفت وهو عارف سبب الوفاه، هل ده فندم مفيش كده نيه مبيته لاخفاء حتى جريمه حاجه جريمه يعني اخفاء جريمه لحاجه زي كده؟ تمام صح حاجه محترم جدا. في فرق شاسع بين النيه لاخفاء الجثه واخفاء الجريمه وبين القيد والوصف للنزلان النيابه العامه اللي هو القتل العام. بتشوف ده مين وبدات تعمل تحليل دي ان ايه؟ عملت تحليل دي ان ايه للبنت وعملت تحليل كمان دي ان ايه لايه والعمر محمد المحضر. المفاجاه هنا في ان البنت طلعت دي ان ايه اثبت ان هي بنت ايه ولكنها ليست بنت اي من الذكرين لا عمر ولا محمد المحضر. يعني مش الاسماء خالص اللي هي قالت عليها ولا بنت جوزها ولا بنت عاشقها. فسئلت النيابه جابتها بعد كل دي. انت قلت لي المفاجاه ان هي طلعت لا هي بنت عمرو ولا بنت شخص ولا بنت قالت محمد المحضي الشهير محمد كامل. امال بنت مين طيب؟ فالنيابه جابتها وواجهتها بالايه بتحكي دي ان ايه؟ تمام قالت ايه بقى؟ دلوقتي سما دي بنتك هي بنت ولكنها ليست بنت عمرو وليست بنت عمرو. قالت انا افتكرت ده انا قبل ما اتعرف لمحمد المحضي اتعرفت بواحد اسمه بدون ذكر اسماء بقى بدون ذكر اسماء. هي نفسها لم تعرف اسمه كاملا لم تعرف عنوانه ما تعرفش اي حاجه عنه ما شاء الله. طب السؤال المهم بقى شهاده الزوجه ايه في حق الزوج عن الواقعه؟ الزوجه بتدعي ان هو كان عايز يقتل البنت. كان عايز يقتل البنت ليه؟ شهاده ضد يعني. كان عايز يقتل البنت ليه؟ عشان هي بنت سفاح. فردنا في ذلك. طب هو عارف من يوم ما خرج بقى له 35 يوم ان هي بنت سفاح. ليه هيقتلها النهارده؟ ينفي النيه مبيته. مفيش داعي ان هو يقتلها. ده رقم واحد. رقم اثنين هو النهارده لما يضرب كان بيضربك انت ما بيضربش بنتك. بيضربك ليه؟ على الفعل اللي انت فعلتيه المره الثانيه. معنى كلام حضرتك ان برضو في اثار ضرب موجوده على جسم الزوجه. بالظبط. يعني الطب الشرعي يقدر يثبت حاجه زي كده بسهوله. اثبت صحه كلام حضرتك. اثبت بالظبط ان هي في اثار ضرب وهي نفسها اعترفت في النيابه لما بيقولها لماذا لم تتدربي بنتك بعلاج؟ قالت لهم انا جسمي كان مورم من دراعتي الاثنين زرق من كتر الضرب. يبقى اذا الضرب كان موجه للام مش للبنت. طب عشان ما نطولش على حضرتك يا سياده المستشار النهارده جلسه النطق بالحكم ان شاء الله.
خلاص احنا متابعين مع حضرتك ان شاء الله. شكرا جزيلا للمشاهدين ومتابعين لكم بصراحه على حسن الاستماع والمتابعة. هتكلم مع حضراتكم من داخل بنايات محل كوبري المحافظه الغربيه. الواقعه اللي قابلنا النهارده هي واقعه انهاء طفله على يد زوج والدتها، وده اللي اتهمت بيه الام الزوج، ورغم ان الزوج قال ان ده حمل سفاح وده ما اثبته تحليل الدي ان ايه. بشكركم شكرا جزيلا متابعين بصراحه حضراتكم حتى نطق بالحكم في ثالث الجلسات. أترككم جميعا متابعين ومشاهدين في قناة حياتي.